حياكم الله واسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير. مجددا نلتقي بكم في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19. سنستعرض معكم اليوم الاوضاع العالميه، المؤشرات الوبائيه، مستجدات اللقاح وابرز الاحصائيات الصحيه في المملكه. دعونا نبدا بمشاركتكم هذه المرحله التي نستبشر فيها خير ان شاء الله، وهي بعنوان مناعتنا حياه. مناعتنا من خلال اللقاحات التي حصلنا عليها وحصل عليها معظم أفراد المجتمع ولله الحمد، وبادروا باستكمال والحصول على الجرعتين ومن ثم تعزيزها أيضا بالجرعات التنشيطية. مناعتنا من خلال التزامنا بالاحترازات المناسبة بالحد المطلوب والمستوى المطلوب للمراحل التي نمر فيها. مناعتنا من خلال وعينا وإدراكنا وردنا للشائعات وصدنا للأغلوطات والأكاذيب. مناعتنا من خلال تكاتفنا وتعاوننا جميعا كأفراد مجتمع. مناعتنا من خلال ما تقوم به الجهات الرسمية من واجبات لحماية أفراد هذا المجتمع. مناعتنا تجعلنا اليوم أقرب إلى حياتنا. مناعتنا نستبشر بأنها جعلتنا نصل إلى كثير من أنشطة حياتنا بشكل يقترب جدا من أن يكون كما اعتدنا عليه. نحن الآن في مراحل مهمة وعنوانها مناعتنا حياة. العالم يمر طبعا لا يزال بهذه الجائحة، ولكن هنالك كثير من الخطوات وكثير من الأمل مع إعطاء اللقاحات بأن يكون الأثر من هذه الجائحة أقل. العالم يرصد أعداد كبيرة في أعداد الحالات والإصابات وإيجابية الفحوص، ولكن في نفس الوقت يشهد أمرا مختلفا، وهو بأنه رغم أن الأعداد غير مسبوقة في عددها، إلا أن عدد الحالات الحرجة أو الحالات التي تستلزم الرعاية الصحية أو التي تعاني من مضاعفات شديدة من الإصابة بالمرض أقل بكثير وبفارق واضح عن المراحل السابقة. ولكن أين؟ في الدول والمجتمعات التي حصلت على اللقاحات، وهذا ينطبق على من حصلوا على الجرعتين أو من أخذوا الجرعات التنشيطية. وغالب ما يتم ملاحظته حاليا من حالات تتدهور أوضاعها الصحية للأسف هي في حالات لم تقم بذلك ولم تواكب هذه الحملة التي تتم حول العالم لرفع مستويات المناعة. المنحنى الوبائي في المملكة العربية السعودية، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي بأننا نرصد انخفاض في التسارع ووتيرة التسارع التي كانت موجودة في المنحنى، نلاحظ الآن أن هناك تذبذب في المنحنى، وهذا أمر نستبشر منه بأننا إن شاء الله قد نكون في مرحلة سيعقبها بإذن الله تحسن لاتجاه المنحنى، ونستبشر بأنه سيهدأ هذا الارتفاع ويصل بعون الله إلى مراحل من بعدها نزول. ولكن نذكر أنفسنا، علينا واجبات، نواصل احترازاتنا بالحد المطلوب، وفي نفس الوقت أن نكون كذلك واعين ومقبلين على تلقي اللقاحات المستحقة على حسب حالة كل فرد. فيما يتعلق باللقاحات، الحمد لله تجاوز أعطاها 53 مليون، وتجاوز من أخذ الجرعتين 23 مليون و400 ألف. فيما يتعلق بالحالات، كما تلاحظون نشارككم دائما بكل شفافية وبكل مصداقية وأولا بأول كل أعداد الحالات. الحالات الحرجة 336، نسأل الله لهم الصحة والسلامة والعافية وأن يمن عليهم بتمامها. وفي نفس الوقت نجدد التذكير أن هذا العدد في مثل هذه المستويات من الحالات في مراحل سابقة، وكما يشهده العالم في المجتمعات التي تلقت اللقاحات بمستوى تجعلها في مناعة مجتمعية جيدة، كنا نشهد الآلاف من الحالات المنومة في الحالات الحرجة. طبعا بلا شك كل حالة هي نتمنى لها الشفاء والعافية، ونتمنى أنها بالأساس لم تصب وبالأساس لم تصل إلى العناية الحرجة، ولكن هنالك فارق كبير بين 2500 إلى 3000 حالة وبين 300 حالة وأكثر. نسأل الله لهم جميعا العافية، ولا نريد لأحد أن يصل إلى هذه الأسرة. الجاهزية موجودة، لكن نسأل الله لا يرقد عليها أحد، وأنما يكون الجميع بصحة وسلامة وعافية. ولكن الفارق واضح، والحمد لله هذا ثمرت جهود الجميع وثمرت وعي المجتمع وثمرت مستويات المناعة التي تمت على عدة أصعدة، ومن أهمها الوصول للقاحات والحصول عليها. بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا المؤتمر لهذا اليوم، ونصل إلى تلقي أسئلة الصحفيين فيه. ناصر السلمي من صحيفة الويام الإلكترونية، يتساءل كثيرين حول الجرعة التنشيطية الثالثة، هل هي ملزمة للفئة العمرية ما بين 12 إلى 18 عام؟ ولعلي أقصد بهذه الفئة هم طلاب مرحلتين المتوسط والثانوي، وشكرا. إتاحة الجرعات المنشطة في المملكة العربية السعودية هي لكل من هم
في أعمار 16 عام فأكثر، فبالتالي هي متاحة لهذه الفئة العمرية لأنها هي التي ثبت حتى الآن بأنها تنتفع منها ومأمونة لها. كالعادة وكما عودناكم لن يتم إتاحة أي جرعات والحث على الحصول عليها إلا بوجود المأمونية وبوجود الفعالية وبوجود السلامة وبوجود التوصيات من الهيئات التي نثق فيها واللجان التي نثق فيها لدينا في المملكة، ونظرها الموثوق جدا في كل الخطوات اللازمة للتحقق من المنفعة التي يتحصل عليها المجتمع. أكرر، من 16 عام فأكثر هم من أتحنا لهم الجرعة التنشيطية في هذه المرحلة. بإشارة الزملاء نصل إلى نهاية تلقي أسئلة الصحفيين ونهاية الإجاز الصحي في هذا المؤتمر الصحفي عن كوفيد 19 وفيروس كورونا. دمتم بخير وفي رعاية الله وحفظه وسلامه وأمانه وصحة ومناعتنا حياة. في أمان الله.